مثلا اسمها زور فلون مرح بس نظرات المغربية تسنات زور فلون أرواهيل تمدي تجار تديان تمدي تجار سبعض نحضر ف لي حلال إفس إس في الدلاجيك في الدل مس بود في لقاء كراين غلافن أسفقارون سن مس بنيونس إمي استخرثن يضلي وثاني يخدم تغييرات مقرنين ذي الولاتنا اللي ولين أكثر من 35 ولاية يبودي قرية جديدة يبودي إمد برنج جديدة الولاية جي ثاني يخدم دماما بس قدم سال ولايات الولات المتدابين لولي ديليجي الأمر يقول لي بعد نهضر الساعة أدنى وكراي من تبرنا أدنى وكراي نغمس نغمسن نو ندف كن تغم تا تا مغرين سن مكتورين اسف دلاجينا التغييرات تجي وصفر حم قرانا سجي تقدر تم زوروت ذا قرونا المغرب يتسنات نساق مثنا عثمان سابق وقي رم تبر صارت المغرب يتس تم زوروت المغرب الأولى سأرحب بك زميلي ورئيس تحرير المغرب الأولى سابق عثمان ربما هذه المرة الأولى جينا مرحبا بك يعني هذا شرف كبير شرف لي نازوال بارك الله فيك. السؤال الأول يعني لو ما دام رانا نتكلم على هذه التغييرات والتعديلات الأخيرة اللي يعني درها الأستاذ الرئيس تحرير رئيس بوتفليقة ربما السؤال اللي يجي الآن هو حسب رأيك يعني حسب ما هي قراءتك في هذه التغييرات وهل خاصة في توقيت يعني لماذا اختار هذا التوقيت حتى غير هذا الوزراء وبدل الولات؟ هو أولا نشكركم على الاستضافة الكريمة وحتى إذا فاتت مناسبة العيد لكن هذه فرصة أخرى أن نعيد لإخواننا في القبائل الكبرى والصغرى عيدكم مبارك كل عام وأنتم بخير ربي يتقبل منا ومنكم الصلاة والقيام بالنسبة والصيام أيضا. بالنسبة لسؤالكم أخ سليم أنتم أحسنتم لما وضعتم هذا العنوان التغييرات الحديثة في الميزان. في الميزان الكفة ترجح أنها التغييرات لا حدث. لماذا لا حدث؟ في الشارع الجزائري يرى أنها لا تمثل شيء بالنسبة له. مش هذه أول مرة تعمل الدولة سلك ولات جدد أو تعين ولات جدد، هذه مش أول مرة. بالإضافة إلى ذلك مسألة التوقيت، أنت قلت مسألة التوقيت فأنا أقول جاءت متأخرة جدا. هذا المرسوم كان في انتظار رئيس الجمهورية منذ شهور، هو ينتظر التوقيع فقط. لكن سؤالنا إحنا حول هذا الولات الجدد، لماذا عين هؤلاء الولات؟ نطرح نفوسنا أسئلة ونقولوا ما هي الأسباب أو ما هي الدعائم اللي تكون موجودة في هؤلاء الولايات حتى يعينون، ما هي الضوابط؟ أي والي لازم يكون فيها ضوابط؟ احنا ما نعرفش الضوابط. أستاذ ربما أنت ربما يقول الناس هل رئيس الدولة أختار هذه الولايات لأن هناك أزمة اقتصادية والجزائر تعيش في أزمة عميقة أو كما يقول الآخر هناك ما فيش هناك منهجية في اختيار الولايات؟ أكيد ليست هنالك رؤية، هكذا يقول الخبراء ومتابعو الشأن السياسي الجزائري، يقول ليست هنالك رؤية واضحة في عملية التسيير في الجزائر. يعني جاءت التغيير طالب للتغيير خلاص نغيره، نعملوا تعديل نعملوا تعديل، ما فيش خطة ناجحة. احنا عملنا تقسيم إداري منذ زمن 48 ولاية، من بعد ظهر فيه شيء آخر أنه لازم نعملوا ولايات أخرى سميناها بولايات منتدبة. لكن السؤال المطروح يقول أليس الذي قمنا به يناقض ما قلنا بأنه لابد التقشف، لابد من شد الحزام، ولاية منتدبة معناها ماذا؟ معناها مشاريع جديدة، برامج جديدة، إمكانات جديدة، طاقات جديدة، أموال جديدة، وأنت تقول أنه إحنا الآن داخلين في مرحلة التقشف، لأنه أسعار البترول تراجعت دولياً. زمان كان البرميل الواحد للبترول 140-120، الآن في 55 دولار للبرميل الواحد. معنى هذا أنه أنت جيت وغيرت مشاريع، بل وقفت مشاريع، قلت خلاص أعطيت تعليمات للولايات باللي مشاريع هذه تحبس، مثل الطريق السيار، مثل السكك الحديدية، مثل الأنفاق، مثل بعض الجسور، بعض السدود. وبعدين تيجي تقول أنه خلاص من اليوم فصايد هنعمل ولايات أخرى منتدبة حتى نقرب الإدارة من المواطن. المنيعة ولاية منتدبة، بني عباس ولاية منتدبة، وكثير من مناطق خاصة في الجنوب، لأن الجنوب دائما يقول على صفيح ساخن. طيب على صفيح ساخن اليوم فقط؟ مو من زمان ولا صفيح ساخن. فأنت تيجي بهذه الطريقة السريعة ماهيش مدروسة وتقول فيه ولايات منتدبين، معنى ذلك أنه أنت ما عندكش رؤية واضحة، خاصة أنه أنت قلت الآن أنا في مرحلة صعبة جدا تمر بها الجزائر. إذن من أين لك بهذه الأموال كي تصرفها وتنفق على هذه المشاريع؟ طرق معبدة، مدارس جديدة، مراكز استشفائية جديدة، سكك حديدية، ربما مصانع، ربما مراكب، من أين تأتي بهذه الأموال؟ هذا السؤال اللي حائر فيه المشاهد الجزائري، خاصة أنه جاءت بطريقة فجائية غير مدروسة، رؤية غير واضحة بالنسبة للوطن. حسب رأيك يعني كيف تأخذ هذه القرارات؟ من يأخذها وكيف يعني ما هي الاستراتيجية أو المنهجية أخذ القرارات مثل هذه؟ أعتقد أنه ليست هنالك منهجية على الإطلاق. طالما أنه فيه احتجاجات،
فيه اعتصامات في الشارع، فيه تذمر، فيه احتقان في الشارع، فمباشرة يقومون بهذه التعيينات من أجل امتصاص. امتصاص ماذا؟ امتصاص هذا الغضب في الشارع. قال خلاص، راح محمد وجبنا علي، راح علي جبنا بالقاسم، راح بالقاسم جبنا خثير مثلا. فهذه الأسماء هي فقط مجرد تدوير، مجرد استبدال لمناصب بمناصب أخرى. لكن احنا دائما نتساءل، والمواطن أيضا يتساءل، ومن حقه أن يتساءل، أين هو التقييم؟ أنت لما تجيب والي يقعد 5 سنوات 4 سنوات ويروح، وين التقييم؟ أين هو التقييم؟ وين الجرد؟ وين الحصيلة؟ ماذا قدم؟ أين وصلت هذه المشاريع؟ هل هنالك إنجازات؟ ماذا صرف؟ وأين صرفت هذه الأرقام؟ لا شيء. فلان عين في ولاية أخرى، بس لا تعرف أنت الولي السابق ماذا قدم؟ هل حوسب؟ إذا كان مثلا حناء على أساس أنه كان فاسد، هل هو متابع قضائيا؟ لا نشعر فيه. هذه قراءة. طيب والي مثلا مشهود له أنه مثلا ما كانش فارض سيطرته جدا في غردية، تعرف غردية سنة 2006 هي في أحداث، الآن شالوه من غردية حطوه في ولاية مبواقي، على أي أساس تحطوه في ولاية مبواقي؟ وهذا فاشل. جيب والي مثلا منطقة أخرى على أساس أنه هو كان مثلا ضعيف، كان فيه شكاوى عليه، كان أنه فيه بيروقراطية، كان ما يستقبلش المواطنين، لما يجي عنده يقول لهم روحوا رئيس البلدية، راحوا رئيس البلدية يقول لهم روحوا رئيس الدائرة، لما يقول الباب مغلقة يروحوا يديروا احتجاجات في الشوارع ويغلقوا الطريق، بعدين تتفاجأ أنت في قائمة جديدة فلان عين والي في ولاية أخرى، معناتها ينقل هذه المشاكل إلى ولاية أخرى، وتبقى الدولة تكرر نفسها، مشاكل نفسها وعقبات نفسها. ممتاز، بارك الله فيك أستاذ. عندنا فقط ضيفة أستاذ حسن والي وكذا نغمس من الوطن، جورناليس الوطن سي الجزائر. أستاذ حسن والي زلف لك مثلا، مرحبا بيك. زلف لك يا سليم. تنميرتك يا سي حسن. أزغار مسلي راس دي أستاذ عثمان سابق إفكاد نسا تمغولي نسا أمك التغييرات تاقينا وقد يبوني والي جديد نديرا كثير 35 ولاية نسيف كذا الرئيس كشير زغاسك أتشطر الرئيس يمكن يعني يبقى استراتيجي وث كان خطر ولاش المحاسبة وانا الولي قاعدان وتحسبنا راد سنين جديد بلا ما ندشي ميختار وكذا قيل أبروف لان كلا لولاية سنخدم لاني لقى بار اكزمبل غردايا فكاد نسا اسم الغردايا نوالا صافي ديزاني المشاكل دينا pour le récompenser quand tu as la ou la nadan ala ayas c'est quoi sur base les choix qui chem toi ta mogli la mrak moqul kan yani no tmkhalef ara tasik nbdi chi glan dina khater amak nzara de tmurtna fizik li wali fi de c'est les exécutants de la politique décidée enfin entre guillemets de la politique décidée au niveau central et qui exécutent au niveau de local, donc au niveau de wilaya. Ces gens-là, ils sont nommés par l'administration, par donc ça rentre dans le prérogatif du chef de l'État, qui n'ont de compte à rendre à personne. Ils sont là, leur mission, c'est de en gros, on l'a souvent remarqué, c'est de bloquer le travail des instances élues, donc des APC et des APUI. Ils sont là souvent on a besoin de ces gens-là, ils sont récompensés au lendemain de chaque élection, soit locale, nationale, parce que c'est eux qui supervisent les opérations de vote, souvent entachées d'irrégularités et de fraudes. C'est des gens qui sont soumis à aucun contrôle, donc il n'y a pas de reddition de compte. Le changement dernier, c'est donner l'impression que l'État algérien fonctionne, que le chef de l'État, le président de la République, prend des décisions. La preuve, il change, il opère un vaste mouvement dans les Wali, mais qui ne sert absolument rien, qui ne veut rien dire absolument sur le terrain de l'action politique. Le citoyen, il ne ressent pas l'importance même du Wali, on ne sait pas, parce que les Wali, ils ont d'énormes prérogatives. C'est une force bloquante au niveau des régions, au niveau du Wilaya, tout comme les chefs de Daïra par ailleurs. Ce sont des responsables qui entretiennent des clientèles, des réseaux dans les régions. On a besoin à l'occasion d'une élection, on a besoin de redistribution de la rente. On sait comment les grosses fortunes s'accumulent avec le concours des Wali dans différentes régions. Ça c'est Hassan, tu parles que nous avons Othman Sabiq Ned hani hawajna f l'oula taqil al mutadabin li Wali delegagi اش يميدي الوقت قدك تنتاشي تتالف تنتاشي الازمه متقي ولا شي صور ديون الى تقشف دي الجهه اللي ظني خماك دي الاولى تاقي المنتدبين داي لا قصور ديون الى قد صرفت في الاولى تاقي اللي وراك تجديدين اسكا فهمتك شنو الامر ماكي
C'est une remarque pertinente. On l'avait soulevé quand il y a eu la crise de la contestation contre le gaz de schiste. La réponse du pouvoir, c'était de réorganiser administrativement le territoire dans le sud, en créant du wilaya délégué. Alors que, dans le même temps, dans le même discours, le Premier ministre, il dit on ne devons procéder à des coupes budgétaires Dans les dans les lois de dépenses. finances futures. Il y a une contradiction, et en plus de ça, ils apportent des réponses souvent policières, parfois administratives, à de vrais problèmes politiques, à de vrais problèmes de gestion que posent les citoyens dans les différentes régions du pays. Bien évidemment, quand on met en place de nouvelles structures et une nouvelle réorganisation de l'administration, ça nécessite un budget énorme et ça rentre en contradiction flagrante avec la politique dite de rationalisation dans la gestion de deniers publics. Absolument. Mais comment et c'est cette tapage qui sera en star, cette tapage يعطيك الصحة. أسقسينا ذنك مثلا حسن والأولي أفين غلافنا كي جديد ندي راي كيس قديمون أفوق روسنا أسميس عمار بن يونس إيمي الأمر كي شعر سد ستونسيو البريزاتاسيو تي تصال جونارا إذا اللي كان قبل لا فاي قبل ما تي سوفا نعم قبل ما تصفون عمار بن يونس نسى يهضر رد إنك كي نقلو بوت فليقة إنك نقلو سياسة بوت فليقة غنخدمو بوت فليقة أفوز كفوس أقنا نهض فيريس أزكاني يفهماني سيدا شومالي فادر فرا شيني أم كتفهم هذا الأمر أجمعي. Là, il faut dire, pour information, Amara Ben Younes ne s'entendait pas avec le Premier ministre Abdelmadjid Salut. Tebboune. Depuis qu'il a intégré le gouvernement, le courant ne passait pas entre les deux. Je pense que le Premier ministre il a profité à l'occasion du Conseil des ministres du mercredi pour dire ça à l'État qu'il ne peut plus travailler avec lui parce que il y a des divergences sur Point de vue. de comment sont gérées les affaires du gouvernement, des divergences de forme, mais surtout des divergences de style entre les deux hommes. Et cela a fini par avoir la tête d'Amara Ben Younes. Ça, sauf un lien qu'on a dit, Amara Ben Younes, ça fait longtemps, il me semble que ça, il me semble que انا غلا في نيضا بوشوارب اني وقدا قالك لي الامر قاشو كي جانا مات سوره باش تي سوفا صافي دي زاني تمسامنا راه ومن بعد تاس بن يوسف فضل صفه القوانين فقا في شراب ثاني في كوريا سيقي لابورتاسيون فيلوكساكي شراب c'est pas ça qui a coûté la vie à Amara Ben Younes au sein du gouvernement Félix Charaf c'est une politique du gouvernement et je vois un peu les réactions de beaucoup de gens. C'est comme si Amara Ben Younes, il a inventé quelque chose de nouveau. Félix Tshisekedi, je dois rappeler que c'était un ministre issu du parti d'obédience islamique. C'était M. Diabouk du NSP qui avait introduit ça, qui avait défendu ce projet. Donc Amara Ben Younes, il a défendu le même projet que celui de Hashmi Diabouk, qui est venu du MSP. Donc il faut tout de suite, à mon avis, couper court à tout ça. Amara Ben Younes, parce qu'on avait besoin de lui pendant la campagne présidentielle. Et il faut... Il y a une espèce d'équilibrage dans la campagne, dans les figures qui vont mener la campagne présidentielle. Et il m'a fait revenir que Amara Ben Younes, le ministre de l'Agence des Sports, qui vient de la même commune que lui. Hein. Il vient de Taqanef Yahya et de Michli. Justement, Emirren Oudari Hadi, c'est le directeur de la maison de la culture de Tizi Ouzou. يعني شنو اش مي اختارنا اش اختارنا كان خطر لا ميم لا ميم كومين كو عمر بن يونس باش وزعفنا على الجهه هنا نعمي En tout cas, dans le calcul de ce qui décide, cet élément est essentiel Important. dans leur logique. Hein. Il y a une espèce de tient compte des équilibres ou des déséquilibres régionaux. أما كنت ضرر إلا قبيلي وقبيلي ها أه؟ سي
c'est pas évident de mettre. Ça fonctionne comme ça, malheureusement, dans l'esprit, parce que c'est un régime, c'est un pouvoir qui est régionaliste, qui dirige le régionalisme, mon système de gouvernance, de gestion du pays. Le Hadi, ou le Dali, il y a que ça passe, il y a que ça pendant au moins depuis 2008, hein, 2008, 2004, 2014, il était directeur de campagne à Tizi Ouzou. Il a été récompensé en lui confiant la direction de la maison de la culture de Tizi Ouzou, de Mouloud Mamri, et de la direction de la culture de la Wilaya. Il cumulait deux fonctions là-bas, et il fallait à un moment donné le récompenser pour le travail accompli. Tout à fait, absolument. تمثلتنا نجم اثناء والي مولا شغليف عندنا ظرف لي حلال تدم ست مولتنا غيمي اسك سمات فهم لك شينا بالك ما فهم ما تخطاش انت فهم سندير لي كان لا بنك ناسيونال لا بنك سنترال تمول تاع قاركم كوا القيمه للدينار الجزائري يغلي اذا اللي كان سلا لي هضر دينا كو كي ماشي تزيد الدينار الجزائري مازال دي قوى يا مازال ام امزيك الكونتر ديكسيون كي بوا ولا شو شو ما تفهم اش كي الخلاف في الداخل كساون تضرب ما ردي هضر ما ردي هضر الملك سلا ونظر راس كان سرون على نص à ce niveau de responsabilité, on ne peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas dire les choses avec une légèreté aussi déconcertante qu'inquiétante. De Merck Sillel, je l'ai suivi, je dis, on est dans quelle planète et on sait qu'il n'y a rien derrière. On sent qu'il est venu pour, soi-disant, rassurer les Algériens. Mais il n'a pas rassuré parce que son discours n'est pas consistant. Et il est dans la... même pas de la démagogie qu'on a connue de ton du FLN. Il est dans un discours vide. Il n'y a pas de contenu dans ce qu'il dit. Et ce que dit la Banque d'Algérie, c'est des techniciens, c'est des experts, et ils parlent avec les chiffres, avec exactitude, avec certitude. Et Abdel Maxilal est chargé de dire le contraire, mais de manière très maladroite. Très maladroite. Et il dit on va sortir de ce développement, il faudrait aller dans le développement. C'est un discours qu'on entend depuis au moins les années 90. Finalement, on s'en fout de ce développement. Et. ما راه يهضر سلال تبقى روحك المادة كيف العقل نمشي ديك مرة من الجزائر نشوف الغوفرمون كي بارل دو سيت مانيير سي سا كونتينيو كوم سا اون ريسك دو با بيي داسيوري لي سالير دي فونكسيونير دون اون اني دمي ما راه يهضر سلال اون سون ا كيل بوان لتا n'existe pas. On sent à quel point la déliquescence qui frappe les institutions de ce pays à ce niveau de responsabilité, je dirais que c'est inquiétant. Inquiétant. En tout cas, si Hassan Wali Wagen Armes. الوطن سي الجزائر تنميرتك مثلا بارك الله فيك هذا دا 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 غير مثلا عثمان سبق عثمان بالك سمعت واش كان يحكي الاستاذ حسن والي نرجع لك على القضيه تاع ما دام هي التغيير الاكبر يعني عمار بن يونس هو طاري انت رايك يعني ما هي يعني مشاكل ولا ما هي اسباب وراء اقاله بن يونس خاصة يعني قناة مفاجئة يعني ما كانش منتظر هو بارك الله فيه حسن والي أشار الكثير من المسائل لكن لو سمحت فقط حبيت نرجع لمسألة مهمة جدا قضية عنت الولات فلما كان طيب العيش هذا وزير داخلية سألوه الناس قالوا ما هي هذه المشاكل على مستوى الجزائر العميقة المناطق الحدودية المناطق الداخلية مش المدن الكبرى فيها احتجاجات واعتصامات ومشاكل وقطع الطرق وشعلين النيران في هذه العجلات المطاطية وش المشكل قال لهم هذه ليست الحكومة ليست مسؤولة اللي هما موجودين رؤساء البلديات ورؤساء الدور الوالي هما اللي مسؤولين يعني هما سحبوا حالهم قالوا احنا ما ناش مسؤولين طيب لما كان الوالي يحب يقرر يقولوا لا تقرر شيء الا اذا اتصلت بالوزير وعلمته نعطيك مثال والي ولايه الاغواط في الاخير في الايام الاخيره او نعم الاغواط قامت وزاره الداخليه بعزله لماذا عزلته قال هو كيفاش خذا قرار من غير ما يرجع للوزير علاش لانه كانت ولايات عديده مجاوره للولايه يجيو ياخذوا الوقود فالجاب للولايه نتاعو محاصره قاعدين يديو الوقود وولايته يعتبر بلاش يقعد في ازمه فقال هذوك خلاص الحكومه تلاقي حل للولايات الاخرى اللي يبحثوا فيها على الوقود فراح هو قال له انت تصرفت وحدك ما كانش تصرف كان المفروض ترجع لوزير الداخليه تساله علاش تاخذ من هذا القرار ونحاوه مره يقولوا المشاكل يتحملها الوالي لما الوالي ياخذ قرار يقولوا لا لازمك ترجع للوزير هذه العلاقه مش مفهوم انا اعتقد انه الدوله ما زالت غايبه مش غايبه هالشهور فقط غايبه هالسنوات كلها هي غايبه الرشوه الفساد النهب العقار خاصة حوالي 70 رئيس بلدية في السجن 1400 منتخب
في المجالس البلديه والولائيه هذوما كلهم متابعين قضائيين ينتظروا المحاكمه فقط، يعني هم متابعين قضائيين ينتظروا فقط في التاريخ باش يروحوا يمثلوا في المحكمه، و70 رئيس بلديه في السجن الان. يعني علاش هذ الناس هذوما كامل نظرا للفساد الرشوه المشاكل سوء التسيير نهب العقار كل هذا الدوله على علم به، لكن مثل ما نقولوا احنا بالدرجه ضاربه النح لحد ساعه مش داخله برقابتها بحضورها الفاعل في هذه الولايات. يعني احنا لما نجيبوا منتدبين ولايه ولات منتدبين يعني تنقصهم الخبره وتنقصهم الكفاءه ونروحوا نديهم البؤره تاع توتر، بؤره تاع مشاكل، بؤره تاع حرمان وبؤس وفقر والتنميه ما كانش، نقول سير لي هالولايه وبرهن على اذا كنت كنت قوي نطلعك تولي والي. معنى هذا انه انا قاعد نغامر ما عنديش خطه مدروسه، ولذلك انا اقول انه الولايات المنتدبين هذوما راهي مغامره غير مدروسه، فكان على الدولة أن تكون حاضرة من الأول ومواجهة هذه المشاكل مواجهة ناجعة وناجحة بدل من غض الطرف عن الفساد اللي هو متلاطم اللي هو كل يوم موجود. كما لابد من فتح أبواب الحوار أمام المواطن بدل من لعنه وشيطنته ويقولوا دائما المشاكل هذه من المواطن ويصنع فيها وما يصبرش وفقط يحب دائما العنف. احنا نقولوا أيضا أن الدولة غلق أبواب الحوار خاصة في المناطق هذه الحدودية في المناطق في على مستوى هيئاتها في الجزائر العميقة. اما بالنسبه للوزارة ثاني حاجه اخرى حتى لنا نروح بعيد على الولات، اول مره تصرف في الجزائر كيف كان واحد وزير يصير والي؟ هذه ثاني مشكله واحده اخرى، قاضي وزير الفلاحه. طيب ما نجحتش انت في تسير قطاع الفلاحه في مشاكل، جبت اراضي وجبت الامريكيين قلت لهم جربوا في الاراضي الجزائريه ربما تنتجوا لنا مليح تطوروا لنا مليح من غير ما ترجع للدوله الرسمي رئاسه الجمهوريه وسلال وغير، حكموا عليه انه فاشل نحاول تروح تجيبوا انت والي اسمه التيبازا زرهوني السيدة زرهوني قالوا خلاص جربنا ما نفعش الحال معاك راحوا داروها ورجعوها وليت بومرداس ولا ديباز. معنى هذا انه ما فيش سياسة مدروسة ما فيش خطة ناجحة، لا يمكن لان تمشي البلاد بهذه الطريقة نتاع السباهلة لا علم وكلش ممكن جرب الف اذا ما جاش الف هنا يطلع باه هنا اذا ما جاش هنا يطلع ليه، لا يمكن ان تسير البلاد بهذه الطريقة. اما مسألة الوزراء هي المرة عندهم شهرين قام عملوا تعديل وزاري نحاو وزير الداخلية كذا وجابوا اخرين، المرة هذه عملوا تعديل اخر لكن مس ثلاث وزارات، شالوا وزير هذا تاع الزراعه وجابوا هذا وزير جابوا شو اسمه هذا تاع الصيد هو داروا له زادوا له وزير الزراعه بعد ما كان عنده فقط الصيد، وشالوا ايضا هذا بنيونس اللي صار عليه جدل ولغط انت سالتني عليه حسن. انا اعتقد مثل ما قال حسن والي هذا جابوه بنيونس لاداء دور مهم مهمه ميسيون معينه اداها خلاص انتهى امره خلاص ما نحتاجوكش الان ما نحتاجوكش، لانه علاش الدليل لم يعين في منصب اخر عوض الاخر والي كان راح ولايه اخرى مثلا الوزير مغضوب عليه راح سفير في منطقه اخرى ولا مثلا حتى ينقصوا من درجته ويطلعوه والي كما داروا قاضي ولا يديروا السيده زرهون، فهو نحاو نهائيا. وحتى الجريده قال طرد عيب طرد وزير للتجاره. اما الاسباب فهنالك اسباب عديده، مساله الخمور هذه دخل فيها بتفاصيل وحضر الايديولوجيا وفتح عليه جبهه الشعب كله صار ساخط عليه. يا سيدي انت الامور كل اللي خليتها ماشيه من قبل انه الخمر موجود فعلا مش موجود، لكن مش ليه انت حاب تعميم الخمور؟ يعني كل عود سير واحد مثلا محل مواد غذائيه يبيع لك الخمر عادي، هو ماشي بالطريقه هذه، قال لك باش تعود الدوله تعود على علم شكون اللي باع الخمس ولا حسب الصحافي والي وقال لك يعني عاده يعني المشكله الاكبر مع بنوس هو خلافه مع رئيس الوزراء. انا جايك بالاضافه الى ذلك هو ما اكتفاش بقضيه الخمور اللي هو سلال قال خلاص انتهى الامر التعليم هذه لازم تحبس تلغى، لكن هو استمر فيها من غير ما يرجع للسلال، هذه واحده. ثانيا انه كل مواد مستورده من الخارج من الصين ولا فرنسا ولا كندا ولا بريطانيا عاده الجزائر تفرض على الدول هذه ان تزيد لنا عباره بالعربيه متى انتجت هذه وصالحه لمن بالعربيه، فهو جنحها قال لهم هذه مش مهمه اتس نوت امبورطون، قال لهم نحي لنا هذه العباره تاع العربيه، زاد فتح جبهه عليه انه هو ضد العربيه، معناها جاب الافكار الايديولوجيه اللي عايش عليها هو كي كان بكري في الار سي دي قبل ما يروح للحركه الشعبيه دخلهم في الوزاره، يعني خلط العمل الحزبي مع العمل السياسي. ثم إضافة إلى ذلك لما جاء قالوا له باللي الوزارة هذه فيها إطارات جابهم جغبوب الوزير اللي قبل، فراحوا مباشرة نحاهم كامل زاد فتح الجبهة على روحه. ثم العمل الحزبي كما قلت دخل في العمل السياسي والمعارضة وبوتفليقة وعقله أكبر من كذا ويفكر أكثر منكم أنتم، يعني دخل في مهاترات كثيرة، ليته اهتم بالتجارة ليته اهتم برقاب فرض رقابة الدولة في الأسواق في مراقبة الأسعار مثل ما حدث في رمضان الماضي، قضية ترتيب الأسواق سياسة ناجحة ماشي عليها الدولة في مدير التجارة، فهو دخل في مهاترات عديدة، ولذلك فأن المقص طاله هذه المرة وشالوه أعتقد هذا وش رأيك في الكلام تاع استاذ والي؟ قال لك
تنحاو بن يونس بصح جابوا واحد في من اصله يعني من اصله يعني هو من منطقه القبائل وجابوا ودليل هذه حتى يعني طبعًا يخليوا هذا طبعا هذه هي ما يلعبوا على الاوتار الجهويه مش هيك المفروض يلعبوا على الاوتار الوطنيه انه الانسان يحب الوطن ويكون كفء ويكون سيفي نتاعو نظيف اهلا وسهلا بالكفاءه بغض النظر عن هذه قال لك بن يونس قبائلي ما لازم تجيب واحد قبائلي لا مش بالطريقه هذه تمشي زيد جابوا وزير التجاره مش التجاره جابوا وزير الرياض معنى ذلك انه هذا خمري كان مريضا كيف تعينه هو مريض الاصل هو كيف تعين واحد 70 سنه وزير للشباب غير معقول غير معقول دوله واحده في العالم اللي هي الجزائر توظف او تعين واحد وزير عمره 80 سنه او 75 سنه وزير للشباب هذا غير معقول ثانيا انه مريض ومازال عنده عمليه جراحيه في فرنسا تخليه على هذا المنصب بعد ذلك كله محمد الغازي اللي هو وزير العمل بتأدية مهام وزير الشباب حتى يعود خمري ومحمد الغازي لما وصل لهذا المنصب وجد انه في تقارير حول اطار سامن في الوزاره فقام بطرده من الوزاره فدخل في مهاترات مع الوزير خمري قال له كيف انت جيت محلي واخذت قرار ولغيت هذا الاطار مني وكذا فالحكومه مباشره اتخذت هذا القرار عزل خمري من هذا المنصب ما قيل عن خمري يقال عن الوزراء الاخرين لكن السؤال اللي هو مازال مدوخ الشارع الجزائري يتعلق بالصحه يعني مقياس التقدم والحضارة في الشعوب ولا في الأمم يقاس بالتعليم ولا بالصحة إذا شافوا عندك التعليم متطور ولا الصحة عندك متطور قالوا هذا الشعب متطور والدولة لا بس بها لكن احنا عندنا لا قطاع متطور في الصحة ولا التعليم الصحة في الآونة الأخيرة الأسبوع هذا فقط فيديو سرب إلى الإعلام التلفزيون الرسمي كارثة بمختلف بكامل المقاييس ولكن مع ذلك الوزير ما زال موجود قضية مش هذا فقط حتى الأستاذ غول ثاني نفس المشكل كان لما كان وزير النقل فيه مشاكل فيه فساد وفيه حتى اسمه كان جاء عدة مرات في المحاكم وكي خرجوا وين راح داروا عطانوا وزارة أخرى وزارة السياحة ولم يستدعى أبدا في المحاكمة في قضية طريق السيار وكذلك بالنسبة للوزير الوزراء السابقين اللي هما كانوا متورطين في الملف تاع الخليفة معنى ذلك أنه هذول حيتان هذو حيتان كبار ما تقدرش تقيسهم ولا تسال عليهم دائما المواطن والاطارات اللي هي من درجه ثانيه مش درجه اولى مش من درجه اولى هذو فقط اللي يتحاسبوا احنا نقول باللي هذا مجرد مكياج مجرد تغيير في الفيترين للواجهه فقط لكن المشاكل اللي تعيشها الجزائر مشاكل اعمق وقبل ما نقول مشاكل اداريه مشاكل على مستوى الولايات هي مشاكل سياسيه بالعرض يعطيك الصحه استاذ نغال تولي ساق مثلا وعمار سعودي وقيون دبار لي سيدي سي الجزائر سي وعمار زوف لك مثلا مرحبا بك زوف الله كان زوف الله وانا نجي تنمرتك يا سي عمر تم سولت كان يعني استفدت من هضره روماني مواقي ان غلفنا كي جديد ندي بويا وزافونا فيرس فير بوتفليقه وثاني اللي ولا يجي يخدم من جديد شتيني يعني لا ليكتور خدمك شنو طونك عند بالير سي دي لا نوميناسيون كي لي ولي دي جديد ويقدم نظر روح بلا محاسبه وزرنا راه اش يخدم لي ولي ولا ينسون اسك يعني واقي سانتر توجور دير بريكولاج نين 62 سورانا توجور على اونجرارا سو سكوال سو كال باز نا سو سكال استراتيجي يخدموا زاف واقي بور نومي لي ولا يجي جديد ايه سورا بها في بنش زرا ولي دلواش النوت سيستم لي وني كي لان وني كامل دونك يا با رازون هذا الدل بالدل لي نوميناسيون سو سوا les ministres, les wadis, les grands comités d'État. Mais, bon, c'est il y a une réelle vacance du pouvoir. Il y a des gens qui ont été en télévision, on a parlé d'un conseil des ministres. يعني نزرق لك إذا من هذا وزمرة بيهضر كل زمرة بيهضر كده بيهضر الدائري بيهضر التلفزيون بيهضر النار بيهضر هذه خمامة ميتينكا بيهضر ولكن نزرق زمرة دونك سكي سيت اون سلا بروميير دوني سي سناس إيليا فيريتابلمون اون كورس فيغ لا سوكسيسيون وين حكمت دونك لي بلان يكي سيستم زرق بليك الى قد فين وين وين ردي خلف الرسول الخليفه يعني في القلب تعرف اسد فين وين بوتشيخا في لا دايور il y a véritablement une crise économique une crise financière الى قد بون مثلا le budget les recettes par exemple ou ce quoi ça dit elle représente 53% des recettes 2014 c'est-à-dire
خاطر زار المخزن كتروح تروحنا للجاز النص سي لا مواتي دي راسوت جيريزيون و ان ريجيم رونتي اما كنا ماشي انا غورنا هذاك يوكسي مورو كوي دي لي ريجيم رونتي تولا ما تنقص كلا رونت لي زوت دو كلون elles sont plus féroces et chimiques à chaque fois ils sont des donc il n'y a pas pour tout le monde et c'est un peu cette guerre des clans maintenant des secteurs qui comme le commerce comme l'agriculture j'applique l'agriculture et je fais tout là ils sont des ou deux terminaux pour en fait des résultats qui sont médiocres ils sont des néo généralement trouvent les clients ou و هو ديال يعيش نتاعها و اللي يخدم ميم يصور ديرو تروح له ربما على هذاك اللي كنت يصور دي تونايا سي لا ميم شوز باغ اكزومبل دو لا كيسيون دو كيسيون دو كوميرس اكير il y a pas pour tout le monde il y avait pour tout le monde de se mêler aujourd'hui mais c'est vrai il y a pas pour tout le monde donc le remaniement et la répétition c'est le résultat et de rien en l'étant il y a raison pour le contrôle du secteur économique particulier même le commerce même les importations même l'indicateur là où c'est sûr que la plupart des pontes du régime هي السي سعودي زرعت ورا بند والدليل هادي وقنتزو سوا بلك زعما السنطة اسكانيا انستان شوا بازي سور الحاجة باسكو لي كاليتينا لي كومبيتونس نو مدانا كينا نلحواج في لا نوميناسيون ياكي اي سور بو سي 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 qui est basé sur des compétences, normalement c'est sur des compétences. Et d'ailleurs, le ministre qui vient, j'applique le programme pour Tsilaka. Le programme pour Tsilaka, tout le monde en parle, en tout cas tous les ministres en parlent, tous les officiels en parlent, les chefs, ils auront un programme pour Tsilaka. Donc, il y a des gens qui viennent appliquer le programme pour Tsilaka. Je ne pense pas que ce soit un problème de compétences. Vous connaissez un problème de compétences, c'est bien. C'est la transparence, c'est la compétence, c'est dans un régime démocratique où il y a une véritable assemblée, il y a un programme, il y a un débat, il y a une presse libre, mais la compétence, c'est encore là. Apparemment, c'est un peu ça, les compétences, c'est le régime, c'est-à-dire c'est une compétence, des compétences qui est une. Pour servir tout le monde, pour servir leur clientèle, pour être le chef, c'est-à-dire les compétences qui sont les chefs, c'est-à-dire 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 les chefs. فماك اسعود يعني مو شغل فاكي تخسر ان طونك شيني يونو دو بالير سي دولار سي ديك شم دي لا سي دي تي لا لا لوبوزيسيون كيفرنت ماكلا يعني اطاسي دي هضرنا كنا عندك مش اطاس كازي ماجوريتي دي هضرني مو زاون ليكونومي نتدم سان تد لا سيرسي تي كلي اي سون تران دو سوني لا 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 سونات دولار مخقانكم كوتا مرات الحو الحيض ويسرد الحون ويسرد فركانون دي لامان دي تدم سان دي سيرسي يعني ذي الحالة كلين قاعد تصدق قلنا زبويش لي على سواش لي على سواء لين كومبيتونس مرا ذي سقم الحالة أشو اللي رون ونكون ويتورا ذي اللي حالة كنت زاد بري يعني ما اللي يظهر الحاجة أتسقى باش تقيم يعني وتغلية رثبورت النانا أسكيان ديبلون الخدمة ناقض ذش دي الجهة يجي لكلنا قبلنا أنا أوبا أستطيع المسائل تدين ندي الحاجة ندي اليوم السيستم الجيل الرجيم الجيل يزميرنا دي رفورمي سي داخل خاطر تصي دي عربل وشارة سنين سنة شارة بلد مجي سنين سنة تصي دي عربل محسوبة أزدر دي السيستم دي سي داخل للموحال تصي سي داخل دونك لا الانستيسيون دي لا سي تي دي سي بور دير كو إلا البديل اللي ظنين يعني نوتر الترناتيف دونك نكوني أشيو بعض الشعب نمشي وزارة تصد مويان بشكل دلعان فبارا زورت لك اسمها تعبرا مي مثلا دي تلفزيون الباقي نو راديوات نو الحاجة بول سواء تكوي لأوبوزيسيون مي كي نقرأ قضاء لي فبارا الشعب اللي قضاء لي سي لا إذ يأي نوتر عالترناتيب دونك لا سي تنطط دونك 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 سي ت
اسمح لي يعني هيك نعاود كان خاطر صوتك ود وقد نسلارا شدنا هذاك كذا قالوا تقبل لك نعاود ترى يمدوا كل وقت تسولونا. اتمنى ولا ربما الفكره اللي قالك على تغييرات هذه الوزاره هي عاده هي حرب اجنحه، هي لما يكون تغيير هناك جناح غلب على فاز نغلب على جناح اخر ولا جناح اخر حب يدير مشاكل جناح اخر ويكون تغيرات هذا ربما التغيرات هذه داخله في هذا الحرب الاجنحه. لا اعتقد انه هذه المساله هذه مشات كثير يعني السنوات الاخيره انه جناح ضد جناح وهي الامور هذه اعتقد خلاص تجاوزتها الجزائر بحيث انه الان كل شيء صار في يد عبد العزيز بوتفليقه وضع يده على المخابرات الجنرال توفيق اللي يتكلموا عليه كثير. هو يعني هو بوتفليقه هو رغم انه مريض هكا. نعم نعم الجناح تاع بوتفليقه الان هو اللي يسير في الدوله، وزير الدفاع هو وزير الدفاع، قايد صالح، النواحي العسكريه كلهم، المخابرات كل شيء معاهم، ما كانش منها هذه نتاع شو اسمه فريق ضد فريق وفصيل ضد فصيل. ربما هذا سريا انهم يتمنوا انه هذا. اسمح لي اخويا اتمنى نرجع لك نرجع لنا استاذ عمر سعود يغلد رغونا سمحك انا اسمي سي عمر خاطر الى نقاش اون كاستيون تري تري امبورطونت انا تاقي لو رول نون نورول لوبوزيسيون دي لي حلم تاع خاطر شاشم كي دنيغ لي تاع لو طمقرات مول الشغل فاتك من اول كي مد نير يعني لو رول ون ايمت كريا من سير دي خاطر يلزم يلزم الخيط نو لا 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 تراسون لا سيت دي لا سيت دي من خلقتي اسمي يعني سادير نقرا عليا نقرا عليا باللي عشان يكون تليفون بوليتيكي لا لا تاخر باللي الجنرال البوفوار ديز مرارا ترفورميو سي دي لانتيريور نايت بليك لانو دي اتسي داربل اتسي داربل لي كومبري دي باسيميال سي نورماتيس ميال سي لو بروبليم ماشي لوجي مي لو كونستا بلي سو سيستيم نو بو باش ترفورمي سي داخل اي لي بارتاجي بار لا بلو بار دي اكتور دو بوزيسيون او ميم شاب زرا بليك و خربونا على الالكشن ديال البوفوار ايفات بروايه كي نخرجوا من خاطر اللي يسال الكومبيتونس ما هضرت في الكومبيتونس هضرت ايفيكتيفمون في الاكسبيرونس تو خاص يسال الكومبيتونس خاص يسال الاكسبيرونس ال الشمال هنا ما تنترم بين السيستم ديال السيستم هذا ديال دونك افاش تجد لنا بليك الى اون فورس بوليتيك ادينين il y a une alternative c'est pas une fatalité c'est à dire que le peuple algérien ne peut pas continuer à subir un régime maghrébin en même temps et sur la classe de tout y compris géopolitique régionale sur des choses dans la Libye sur dans des pays mais sur dans la Syrie sur dans même des pays occidentaux l'Afrique subsaharienne le Mali le Niger après on est entouré de plein de conflits donc je me suis dit je suis vraiment de la cara donc nous connaissons net bien qu'il y a notre alternative mais c'est l'alternative qui l'alternative c'est que Erdogan et la CNTD tentent de créer un rapport de force ce soit ça à Tarbal ou les Américains filina les gens par exemple je me rappelle dans la CNTD de la télévision mais la plupart des médias les grands médias les médias غنقنع الاستاذ دروس مرارة وزرار بعد هذا باش تتشام بالشعب من كل مرة تنزور الفرقة الشعب الشعب اللي إلا البديل النظامي إلا النقطة الألترناتيف البوفوار دي سي با إن فاتاليتي بول الحكومون 62 سدرا سوغا سكراو ومن بعد سوغا سكراو إيبي إيزون أشتي لي كونسيونس مي لاني سوردينا هذا لي كونسيونس مي سكولي شي سوردينا تاع الكالوني لو فوك لي جون سيرما سنتور Donc la CNTD, le Khalakatid et Iwaj Kaki, pour dire qu'il y a une autre alternative à ce pouvoir. Assez Saoud, ça casse ça le garou. فاس حتى مغني كشينا طون ك امداني قد شد السياسي بالك زاد شو كذا بروبر شويه ديت مورتنا قيمتنا عثمان سابق نسيت فكرتها مغني ند يعني تورا انت والدي فراكي انا بوت فليقا انت تفهم تورا انا عموما تجمعت بوت فليقا انت تفهم تورا لا اجابوت مورت كلش كفتسك فاسنيس ناو قد نقن فيريس ثاني تفكفكسنيس لا ديراس لارميلس العسكر قايد صلاح لي بوليتيسيا اش كشي تمر يعني لا نحرش كان يون وحرش كذا تورا اقاروش بوت فليقا تجمعتيسنا لن يحرش النظام. يقول كيف دينا يا ربي نسنيون تنظيف لن يحرش النظام بيان سي لن يحرش النظام لن يحرش النظام نعرف في دينا مثلا نعرف باغ اكزومبل تقول امين قصدي صورتين لونتري لونتري بترولير اي نيا با بو تو الموند دونك اي كومبري سي دونجورو اي كي سموز خطر ودي وشفنا راه شرا فرقت
Nous faisons cher à faire, ils ont arrosé tout le monde. La stabilité, soit ces idées ont été étudiées à Burkina Faso. Et là, j'ai la conscience que les ordines. Que la vaccine est ordine, il n'y a pas pour tout le monde dans ce clan-là, pour leur clientèle. Donc, elles sont chères, y compris, mais chacune d'elles, elles sont éliminées. Mais bien sûr qu'il y a des clans. Il y a des clans, mais bon, à Medina, Arbine, c'est Yéoun. Vous me rappelez, c'est la guerre. Tout fait, quand vous pouvez le faire. يقول السن يقول الرجل السن كيف كيف السن ولا يقول الخيال يقول اللي شوية دي أنتر جر وقتي وقتي دار سدي نغ لا بريزيدنس يقول لي راه شاف الجر قال الساره في المحفوظ بدات تقول انه او نبا شو جدا كيف كيف السن كلمه لا وانت مود على الشيخ جماع فالمستيكا سي عمر سعود يعطيك الصحه أفتم علي قد في بارك الله فيك ولو يعني سي عمر سعود ربما يخالفك في قضية أجنحة قالك ربما هو فيها أجنحة رغم أن ربما الجناح بوتفليقة هو يبين هو الأقوى بصح كلهم في نفس السلة وكلهم حابين ياكلوا في الجزائر وحابين يستغلوا خيارات الجزائر لمصالح خاصة. المهم هذا رأي أستاذ عمر سعودي. يعني هو أكد كلامي أنه الجناح الرسمي اللي هو ماسك البلد الآن هو جناح بوتفليق، عارف أنه في وجهات نظر أخرى، أفكار أخرى، ناس يحبوا بوتفليقة خلاص يروح، لكن هذوما أدنى مستوى الآن. الناس اللي هما عندهم القرار الرسمي الآن هما جماعة بوتفليقة، ما نقدرش نكذبوا على بعضنا، بوتفليقة وجماعته. إذا كان بوتفليقة مريض كاين اللي سنده في الدفاع، في المختلف، في اسمه الأكاديمية العسكرية، في سلال واحد من يعني هذوما تاعو. لما نشوفوه التقى بالوزراء في هل حقيقة تتم أنه هو يتكلم معهم ويعطي إرشادات ويعطي أوامر؟ نعم هو براسه؟ نعم. اوكي لا لو ننتقل الان الى ربما لا الى مساله اخرى، هذا انهيار الدينار الجزائري. يعني تكلمت مع الاستاذ حسن ولي، ربما نطرحك نفس السؤال، لما تشوف الخطاب اللامسؤول كما يقول حسن ولي، يقول لك رئيس حكومه يقول لنا ما فيش مشاكل، الدينار الجزائري مازال قوي، نفس الوقت نشوفوا اختصاصيين تاع البنك الوطني ياكدوا ان الدينار الجزائري فقد اكثر من 330% من قيمته. هذا الخلاف وهذا الخطاب التناقضي كيفاش تفسره انت؟ هو عبد العزيز بوتفليقه لما وصل للحكم في 99، والفيديو موجود جماعه روحوا شوفوا في اليوتيوب يلقوه، كان يقول انه عيب على دولة رأسها يعني يصير رئيس فيها الدينار نتاعها في الحضيض، وقارن الجزائر مع المغرب. هذا في 99 قال عيب وعيب وعيب كبير بالنسبة للجزائريين، الدينار نتاعهم يكون هابط والعملة المحلية مش صعبة سواء تونس ولا المغرب يكونوا أكثر منا بكثير. هذا قاله في 99 وهو كان يحب ينتقد اللي قبله، ينتقد سروال، ينتقد شادلي بزيد رحمة الله عليه، ينتقد الناس اللي قبله اللي كان مورا. فإذا بيع الناس بوتفليقة يقع في نفس الفخ، في نفس الفخ. هو الآن الجزائر في هذه الفترة فعلا كانت فترة بحبوحة في الأول لما كان البرميل تاع البترول ب 140 دولار، الآن هو في 55. إذن السياسة اللي تبعها بوتفليقة سياسة مش ناجحة، ماهيش ناجحة. هو أكد قال أنه السياسة تاعي ما نجحتش وبرنامجي ما نجحش لأنه الناس اللي في القاعدة، يقصد الناس اللي الداخل في الجزائر، الداخل الجزائر العميقة، هما اللي كانوا ضد البرنامج تاعي وما خلوهش ينجح. لكن احنا نقول دائما المسؤول الأول والأخير هو بوتفليقة، ولما نقول بصفة عامة نقول منظومة الحكم، لأن بوتفليقة واحد من هذه منظومة الحكم. ناس ربما ما تفهمش لكن نبسط معليش، احنا لما نقول المشكلة مش في الرئيس، لأنه إذا كان زروال هو الرئيس شلنا زروال وجاز رئيس واحد آخر، إذا كان مشكلة في بن جديد راح بن جديد وجاء واحد تاني. من 62 احنا نعيشوا في نفس المشكلة، مشكلة على منظومة الحكم، وبالتالي منظومة الحكم اللي فيها الرئيس وفيها الحاشية نتاعو وفيها الشعب، حتى الشعب هو طرف جزء في هذه المنظومة. فنحن نقول إن الجزائر مشكلتها مع منظومة الحكم منذ استرجاع السيادة الوطنية، بدأت العملية بعملية خاطئة، بدأت بطريقة خطأ منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا، ونحن لسنا في الطريق الجاد الذي يحول الجزائر من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. احنا دولة قوية، عندنا نفط وعندنا أموال وعندنا مواد طبيعية أكثر من دول أخرى، لكن الدول الأخرى فاتتنا عليها. تركيا ما عندها بترول والغاز، إندونيسيا، ماليزيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، علاش الدول تفوقت على الجزائر وإحنا عندنا البترول والغاز أكثر منهم اللي هي أغلى المواد في العالم؟ لماذا؟ لأنه السياسة الناجعة اللي تبعتها البلاد عبر هذه المخططات، عبر هذه السنوات، عبر الانطلاق من الاستقلال للآن، هي طريقة خاطئة. نعود لمسألة الدينار.
سلال البارح حتى في التلفزيون الجزائري سئل هذا السؤال، لكن جوابه كان بعيد كل البعد. سلال كان يقول اي كلام اي كلام، المهم توفا بيان، الجزائر لاباس بها، ما تسمعوش بالايدي اجنبيه، هذا الناس والدينار مازال صحيح والدينار لاباس عليهم. كيف صحيح؟ انت منذ الاستقلال ما نزلش الدينار لهذه الطريقه بهذا الكم. تروح مثلا تحب تشتري دولار تشتري الدولار بكم الان؟ لا تروح للسكوات لقى 144 يعني 14000 بعد ما كان في 8000 7500 الان 14000. هو يقول لا ما كان والو، معنى هذا انه ما على بالوش نهائيا. بعد ما خذوا قرار انه لازم نقضيوا على هذا السوق السوداء تاع السكوير تاع بورسعيد في العاصمه خلاهم، ومن بعد راحوا رجعوا خلاهم. علاش؟ لانه لقوا المسؤولين هما انفسهم يروحوا يصرفوا الدراهم ثم يخليوا البنوك. ليست هنالك سياسه ناجحه وناجعه لتسيير البنوك لتسيير الاقتصاد. من عام 62 واحنا كنا صغار في المدارس نسمعوا انه الدوله تسعى لتنويع الاقتصاد الوطني ولا تعتمد على البترول والغاز وليس دوله محروقات. الان احنا في 2015 نسمع اغنيه الان البترول تراجع، انظر اين وين الاقتصاد الجزائري؟ ما فيش اقتصاد نهائيا ما فيش. شكرا عثمان. شرط حبيت نقول حاجه حتى لا يقال انه ما تكلمتوش عليها، مساله الشرعيه هذه لابد العود لها. الوالي راه معين، عنده قرار ورقه في يده معين، لكن اللي هو شكون عنده شرعيه اقوى؟ هو الانسان اللي منتخب. في الجزائر ما عندناش انتخابات نزيهه ونظيفه وهي هذه شفافه اللي تخلي ذاك الانسان يشعر بالمسؤوليه انه الناس اللي ينتخبوه يراقبوه ويحاسبوه. هذه ما كانش. اتصور لو كان الوالي منتخب، اتصور لو كانت حكومه منتخبه، اتصور لو كان رئيس حكومه منتخب فعلا، لكانت الجزائر ربما في درجات وليست في دركات مثل ما هو عليه. انا اعتقد اعلامي ولست سياسيا، لكن اقول انه الجزائر اذا ارادت ان تتحسن حالها الى احسن حال لابد ان تفسح المجال للمعارضه، تستمع للراي الاخر، لا تعتقد انه هي دائما رايها هو الصح. مستحيل رايك يكون صح، لازم تستشير ناس اخرين، لازم تروح لمرحله اخرى فيها انتخابات نظيفه ونزيهه، واللي نجح وزكاه الصندوق هذا هو اللي يمشي. شكرا، هذا هو الصح. شكرا لك. اتمنى عندنا فقط تراس ساقمتنا محمد الحسن كيلال وقيدا مداني قدشن دي الساسيتي الزيار محمد الحسن كيلال الزول فلاكا قيمتنا ومرح فايسك سلخار فلاكا سلخار فلاكا سمحن ثم زولت كان فهاد غراء فهاد سلاحة مغرينيك القرينيك في تغييرات قيل لنغلافن فوق روسن بريونس شيني يعني بركة الزرادة للدواليب مزبعد انها دواليب النظام ممكن لحو اشي ما اختار الناس الزعان ثولة بريونس دوست فاصل عن الشكل لما جي يعني داش في كنال قيمة وزعان شغل السنين نحن كنا حواجة روحة روحه اشي ميدر وقتك مش كنت عادي سؤال صغام يا ما اقدر اهضرها في بن يونس ايميت ايميت صعنا كي جيس تفاصل يعني شغل انتي ليتو تصدجو يا رال مي اذا اللي كان يصف هذا القرار بود في لقانا نوغلان في ريسي نايكو تنحو جرار روحة روحه لفصم تاقي اشكسالك شيني الرؤية يعني تمغلي افتمسلتك سوى السلاح الدولاني الدولة الأساسية كان لها برد في منظومة الحكم لا نظام الحكم. نظام الحكم يتعدى بالدراية والكيمياء ثلاث مراحل من كل مرحلة تتغير في المرحلة النظامية. سنة في المرحلة تتم زورها بدات ديون وبريد ديون السياق. نظام الحكم السابق توأس صلوص سلمون المرخصة يعني 49 ولكن المرحلة الثالثة والتغيير الجذري 380 درجة شري بالجديد. نورمال ما بالوقت الشري الجديد يطبق النظام الرئاسي كل السلطات في يد الرئيس وفي نفس الوقت يبدل الاتجاه العقائدي والايديولوجي والاتجاه الاقتصادي توجه الاقتصاد يبدل يزاقيا. يقال التناقض فارق غير التوجه الايديولوجي من صوت نظام التوجه الاقتصادي. هي كاينه كيرني كاينه الهجره الوطنيه الميثاق الوطني 86 لانسينا سينا سينا الفارق يقول الفارق الحزب الباتح الوطني بالصياغه الجوانب الايديولوجيه والثقافيه وغيرها والجانب التنميه الاقتصاديه الرئاسه يقول عبد الحميد ابراهيم وحموش مولود وغيره. مي فوق الميثاق الجانب بين المحور الاقتصادي والمحور السياسي والايديولوجي نفاتيت من هنا بالوقت اللي كان الى صراع خفي داخل القاعده الحزب في سلطه الرئاسه الاداره من جهه وسلطه الرئيس والحزب والاداره في الوقاحه يولي الوقت لم يولي الوالي يقول ولا تصدر غالي شمس في اجتماع من اجتماعات انتم اصحاب البوليس اصحاب الحزب ضربات لا خدوا يعني ما عندكم ما تديروا ما تدخلوا والو ما كان والو خلاص صافي فصل في الاداره اللي ولا نظام اداري بيروقراطي رئاسي متعصب.
دونك فالنظام الرئاسي يجذب بالشريعة قندار إلى أسق ويش فرق بلا ربع رئيس يعني كل صلاحية تسنى جسير دول يجب أن تنتقد بالحياة والحياة ما هو إلا قطعة من قطعة الغيار من المحرك تعديلات البرنامج فخامته برنامج فخامته اللي وصل لهذا الفشل الذريع لهذا الانهيار الاقتصادي والانهيار الاخلاقي والانهيار السياسي. بالتالي ما قلنا كلش نقولك عبد بن عمار بن يونس والحكم كان حاجة درهم يا حال مرة يقدرش جلاله من إيجابيته، ولكن هو ما يقدرش يكون وحده في هذا شكل الحكومة الحالية. شكل الحكومة الحالية لاحظت باللي يحاول يشدد يعني يهبط السن تاع الوزراء إلى أصغر وزيرة تاع عمرها 36 سنة وزيرة البلدية. المرة هذه الأغلبية تاع الوزراء متخرجين من الوطنية الإدارة، وحاول باش يكون نوع صفة تاع تكنوقراطيين للمرحلة القادمة، المرحلة الأزمة المالية والأزمة الاقتصادية وغيرها. بالتالي أنا الآن التغييرات اللي يديرهم الرئيس في وقت لما تشعل النار لما نحضر لي بومبي الحماية المدنية باش يطفيو، ما يقدروش يواجهوا انهيار الاقتصادي وانهيار الدينار. الآن الدينار هبط ب 30%، أصلا قريتها في الصحافة البارحة 30%. ما تعرفش ما تشمس بالغربال القرية برك فقط، هما الآن يعني يحاولوا باش ما يكونش هلع، لا بانيك ما تكونش الهلع باش الشعب ما يخافش. يسكتوهم دايما، شوف نحيو المادة 87 المكرر باش دايما جماعة تيجي تياولي ولهم مالهم النقابيين وكلام غير يبقى دايما النظام يحميه في القدرة الشرائية. ما كان حتى قدرة شرائية تسمع اللي ما الأجور كي تزيد وماشي انطلاقا من الإنتاجية، انطلاقا من نطبع الدرام نظام البنك الوطني ماشي يطبع الفلوس لي بون أي دراهم، لا ماشي دراهم يعني وصولات نشريو بهم. وفي وقت الاستعمار كان الكولون الكبير في بوشاوي بورجو دار لهم مال يخدموا عنده في الفلاحة، دار لهمش دراهم تاع فرنسا، دار لهم دراهم خاصين تاع المزرعة تاع بورجو، وحنا دراهمنا الآن دراهم بورجو. شكرا أخي محمد الحسن. ما شغل فاكي تسقسا كان فاسقسا قالوا فاسا تمر كش دي نجمة نغا ثمان سبق في المنظومة الطلب على الرئاسية ساعته لك جي ما زالك ينتكي قال عني الجناح البوت في لقان تك تفنطر لي حالا تك قوان الأجن حنين نظن شغل يرزات لنا لابروف أشوك خدم دي الدياراج أشوك خدم تك في سافوس دي لارمي كشي لاش كتشاد الرأي جيسك بوت في لقاء تك تفنطر توران سلحين سوق الروس نغا تك أمبراطور المعبود الذي ليس له معبود سواه، وتفريق رئيس جمهورية ويحكم في كل صغيرة وكبيرة، والفريق تاعو اللي يتحكم. لما يوصل واحد من لي بيون تاعو يدخل في الجنرال توفيق وما يقدر وما دار منه والو وما داروا له والو، معناه بوتفليقة يحكم. يعني الكلام اللي دار على الجنرال توفيق ما كانش حتى إلا كان بوتفليقة في ذاك الوقت ما يهضرش، وما على بالوش واش راه المؤامرة الفرنسية وسعيد ومؤامرة سعيداني حوسوا كيفاش يضربوا الأمن هذا ويخلخلوه. وهذه فرنسا ماشي دايما في وقت الشري بن جديد كانوا يلحوا في كل لقاءات ما خلينا من الأمن العسكري تاعك خاصة المصالح الخارجية. هاني تفكر في سي عبد الحميد مالي ما راح كان الله يرحمه، هذه كل ما تلقوا معهم يطلبوا منا باش نحلوا المصالح الخارجية. جيناهم فك الشري بن جديد الأمن العسكري من ناحية مرباح وكل ما تجي كرايا، ومن بعد ما تقبلش هذاك الشيء يديروا عملية في اسطنبول لقاهم في 87 داروا عملية في كنيس يهودي. المخابرات الموساد والمخابرات الأمريكية والفرنسية داروا عملية في جوز قنبلة داخل كنيس يهودي في اسطنبول وسموها عملية عقيد عميروش الله يرحمه. ومراها كل ما صرحت على الخارجية تذكر مسلم بن جديد في قضايا أخرى خلاص ما عادش عندنا مصالح، ما عندناش عينين ولا أذان في الخارج. كانت القوة تاعنا الأمن العسكري في الخارج،
نحاوم في بشان وقلت في يقع في وقت ثاني يعتمر بأوامر فرنسا وهولندا الأمن العسكري بتاع يزيد يفتشهم فرنسا أخرى ينقص من صلاحياته ويهين أكبر رغم فيه اسمح محمد الحسن نعنيك أوليك أريد مقرانا أن فهميك أعطيك صعب صيدمان الوقت لك إكفاء الوقت لبوهي البوسيقية دوغال عرقمتنا عثمان يعني لكن عثمان. قبل هذا سلامي وتحياتي الحارة لمحسن كلال وأكد اللي قلته لك أنا أكيد عبد العزيز بوتفليقة جميع الصلاحيات وعند الآن لا يمكن نتحدث عن التجارة ولازم ترجع بوتفليقة وزير كرار. الخارجية اللي هو الآن العمامر وزير الخارجية قبل أن يتخذ أي قرار أو موقف ما حول أي مسألة بؤر التوتر في الخارج لازم يرجع إليه حسب وقت هو إمبراطور الأعظم بصح خلينا نوليو الكلام يعني ربما الكلمة الأخيرة لانا نسمعوا البارح لسلال يقول لك ما لازم تسمعوا الناس يحبوا الخراب البلاد ويكذبوا عليكم بصح راه المغرب يعني كل احنا المغرب الاثنين نحاولوا نجيبوا الناس المغاربه سمحت تحدث يعني احنا الان عندنا 3 سنوات وهنا في ميدان الاعلام مش احنا حدثنا باللي يا جماعه في الجزائر قطاع الصحه راه مريض لازم كنت تعتنوا به لازم كنت تشوفوا المنظومة الصحية حال الآن 15 يوم شفت انت مركز استشفائي معروف مع أهل الاستعمار مستشفى من أهل الاستعمار دايرته فرنسا للآن عندنا طيب لما رحنا لقسم الواد شفت الفضائح كيفاش زوج نساء سرير واحد 4 بيبيات 4 مواليد صغار حاطينهم في سرير صغير واحد وبعدين يقول لكم مغاربية أو قنوات وأيدي أجنبية إيش الحكاية يا جماعة أخرجوا للشمس كما يقولوا للنهار بارك الله فيك عثمان أعطيك ساعة عثمان يوم دبار تزارات المغرب تام زواروث أشكرت مثلنا عندك شمنا ساقي حسن ولي وقنا نغمس الوطن أشكرت مثلنا وعمر سعودي يوم دبار ليرسيدي وبيسوا أشكرت مثلنا مهند حسن كيلانا مدني قدشن دي سيرسي ذاك ونشكرا كوني أتمثنا يستمع أدو ذاغا ديناغا وانعني لزين سعيوث الزيال لزين حميتا كولي لاقيون أي قدش بسانس اللي كتن مرتقوت انتشجرا أتغلي أود نعطيكم الصحة ما تقوموا كذناقي من لان أربي السلام عليكم